كانت مخطوبة لقريب لها منذ صغرها، وقبل أن يتم الزواج بمدة يسيرة غير رأيه وتزوج بأخرى، فصارت في حسرة لا تكاد تعقل معها، بكاء متواصل، منهارة لغاية الحزن، أظلمت الدنيا في عينها. فأرسلت رسالة تذكر فيها هذه الحال، فأجبتها بجواب مختصر مضمونه أنك إن كان اختيارك أفضل من اختيار الله عز وجل لك فافعلي ما بدا لك، وإن كان اختيار الله خير فارضي بما اختار. فأرسلت بعدها رسالة وقالت شفيتني بهذا الجواب، خلاص اختيار الله أكيد أنه أفضل من اختياري لنفسي. الإنسان أحيانا يتضايق ويحزن ويضجر، لكن لو راجع نفسه ونظر، الله حكيم ولا يظلم الناس شيئا، واختياره خير من اختيارنا، فلماذا الجزع والهلع والحزن والألم والحسرة؟ وتظلم الدنيا في عين الإنسان، ما قبل في هذه الجامعة، ما تجاوز اختبار القدرات، ما توفق في الزواج من فلانة، لم يحصل له الوظيفة المعينة. وكل إنسان بلاؤه بحسبه، أحيانا أهل العافية بلاء المرأة تظلم الدنيا في عينها بسبب طفل صغير أزعجها وأقلقها بكثرة الحركة، وأخرى تتقلب على فراشها تصابح الصبح لأنها لم ترزق بطفل، وآخر يبتلى بدينه نسأل الله العافية وهو في سكرة ويسمع دائما ويدعو لربما، أو يؤمن على دعاء الإمام اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا.